يا اما ان يكون هدف لاحد الاثنين او ان الامور تسير بهذه الطريقه. كره ملعوبه، جول جول. محمد سالم يسجل هدف المباراه الثالث للعين وهدف المباراه الخامس في هذا اللقاء. وانا اتكلم عن مين يخلص الامور. محمد سالم يسجل هدف المباراة الثالث في الكرة الماضية. شوف التمريرة، شوف الانطلاقة من عبد العزيز فايز، والكرة اللي أرسلت لسيكوكو والتسديدة على يمين خالد سناني، وبالتالي هدف ثالث. الهدف الثالث، نعم الثالث لفريق العين.